السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باقي معاك صالح ديالي دورة غادي فيزا هولندا الصدام اسم السلام محمد بن جلالي. محمد بن جلالي فين زغنغانيا؟ من زغنغان. واه زغنغان غادي ان شاء الله نمشيو لامستردام تا هو غادي لامستردام. السلامة ان شاء الله. السلامة الله الله يسهل الجميع ان شاء الله. وانا غادي ندير امستردام روتردام بريدا وتاريخ من ماضي خليت تقلت ان شاء الله لاسبان لافرونس ايطاليا انت هي غادي نديروها ان شاء الله بروغرام. الله يسهل الجميع خويا مكراش. العروي امستردام ان شاء الله. وصلنا شريبول امستردام. البرد اسمي ديك صحه وليدي ها هولندا هذه ثلاث سوايع يا خويا ديال الطريق السوايع والخلع ياك بقى غير الله اكبر الله صاحبي مورا طرد لي في امستردام نورمال سطاطا سطاطا صديقي مورا هذا امستردام سطاطا قول لي دابا امستردام ولا نورت ياك نورمال خلي بلا ما شتا امستردام شخيبول شخيبول ومورا هذا الزي هو مورا هذا الزي الله يحفظك الله يعطيك الخير. عندهم في امستردام كلشي ديالنا كلشي ديالنا حتى انا راه عندهم مزيان واش شتا تبارك الله يا هذا هو اكبر مطار اوروبا اوروبا واه اش من تقريبا راه هو شوف الشتا شوف اجواء ملائمه صاحبي ابراهيم صاحبي ابراهيم 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 والله الا سي ابراهيم السما هو بوندا الصغير بوندا الصغير الصغير ونستاليان كي ودي هاك والله الا غادي نفطروا دابا انا سيدي مع السي حميد والسي مراد السي ادم على سخوت خوت واخا تخوت ميت يا السي مراد تبارك الله السي مراد والشي ما كانش لا تاي الويسكي دو ماروك كي داير الاجواء السي ادم السي مراد قلنا السي مراد كي داير الاجواء هنا في هولندا انت كتشوف اخويا بجمع اجواء جميله جدا كل ما مهما كان الحال حنا كنتقبلوا هاد الاجواء يا هي الحقيقه بالنسبه للاخر ما كاينش من احسن الاجواء ديال البلاد ولكن يا الخبزه اللي كديرها الله يلا المكتب ديال كل انسان يعني كل واحد فين كيكتب هذاك الشيء اللي كان نكتبنا الله لا تنسى هذا السعيد هذا الشيء اللي كان وانت السي ادم شنو غتقول لنا على هاد الاجواء في هولندا كي داير الجو برا بعدا راه مازال ما خرجش مغيمه مشي مشى مغيمه بصح ولفت الغيام دابا انت واه كان قلت لي نجيب لك شي 100 غرام تاع الشمشم تا هو تاع صح دابا الفطرون شي اخو الشتاء انها تمطر سي مراد وسي ادم تبارك الله على سي ادم غادي غادي السكويله غادي للمدرسه ياك ادم ها ان شاء الله ودي هاد الشتا كون طحت في المغرب كرام شاف الشتا واخا سبحان الله كطيح كتير هنا وصلنا لواحد الحي سميتو سلاوتر بارت امستردام غادي ندخل عند واحد لوكافور ود المدينة ديالنا أجواء كي دايرة تبارك الله كانت الشتا وهادي بلاد البيكالات معروفة بالبيسكليتات هادي هادي هنا هداك اللي كتشوفو ليا سميتو هداك راه مسجد سبحان الله المساجد
مسجد. الدنيا نقية هنا يا مزيان. وهذا الكوافور في خدامين المغاربة السيرامي الصديق ديالنا السي مراد. هذاك المسجد سميتو مسجد الأمة تبارك الله. هذا المحل ديال السيرامي السي مراد. السي مراد راكي حسن شي هولندي. السيرامي هذا حلاق ديال هاد الحي هذا. سميت هاد الحومه قلت لي هادي الحومه سميتها شلاوتر فارت. شلاوتر فارت. سي مراد راه خدام الله يعاون. تحياتي للجميع. الله يحفظك السي مراد. هاد المسجد هذا الله يلاه قريب مزيان تبارك الله. 100 متر. 100 متر انت المحل ديال السيرامي ها هو. هي مؤسسة. الجامعة هذه راه مؤسسة. و وتابعة ماشي غير الصلاة. تابعة التعليم ديال أبناء المغاربة. ياك يقراو القرآن. تيقراو فيها السبت والحد. اللغة العربية والقرآن. والحمد لله. الحمد لله. الناس اللي تطوعوا الداخل ديال تيقوموا بالتعليم. إلا مشينا زرنا سي ابراهيم خويا ابو جمعه غادي نضربو دورا نمشيو للسنتر ديال امستردام قلب المدينه. قلب المدينه والاجواء جميله والله والجو زين. المهم شتا خويا انايا ما تحسش بيها. او يا خويا تبارك الله راهم يبنيو دابا هنايا شي دموها دموها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا ابراهيم ناس امستردام هذا السنتر دابا السنتروم كما كيقولوا كنقولوا السنتروم يقولوا السنتروم امستردام المركز. المركز روحوا تشوفوا الحياة والطبيعة ولدي كي دايرة كنشوف. مدينة الانوار. ناس ابراهيم انا في اوروبا جمال. التيكيه ديال دابا هاد الباطو هذا كيقطعهم غراتويت. هذا باطل بلاص ما يكون القنطره بحال القنطره قلال دابا من هاد الشيء. علاش بغاو يديروا بالفلوس؟ حيت كيدير شي مرات كيعمر وكتسنى. ياك بغاو بالقنطره. بغاو بالقنطره. ايه بغاو دابا بالقنطره. بغاو بالقنطره دابا. عاد خلي لنا قول له خلي لنا الباطو نضربوا دورا نشوف. شوف شوف شحال الناس كيسنى. حتى حنا مالنا حنا موالفين نسنى. عدي اخويا ابراهيم والله الا راك حتى هو الكيد دابا ديال امستردام. عندنا الاصدقاء بزاف ولكن الجيران هما الاول. نضرب معاهم هذا النهار هنايا. شوف العالم ناس راه يدير الدوح ليها انا مس. شوف هذه المعلومه هذه هذا غادي يقطعنا ليها غراتويت. غادي نمشي اخويا ابراهيم الله يستنى. انها امستردام يا امستردام. الناس راهي عصر يدير الدوح ليه. شوف راه الدوح معروف هاد البلاصه في امستردام. ها غراسويت هادو واش قطعوا لا دابا هذا هو. كاين قنطرات ملاه كاينين كبار. كاين واه شوف الناس فين وصلت. انتوما غراتويت. غراتيس. هنا ما كاينش الامارات طوال بزاف. روتردام فيها الامارات بزاف. حيت هي فيها البني جديد. هذه هي اقدم مدينه. كاين عمارات واحد الجهه اخرى. كاين الشركات. انتم الناس اللي هبطا. شوف شوف سبحان الله الناس اللي كتخدم اولدي. بلاد البيكالات. شوف غير البيكالات هنا يا سيدي. هاي
اه مشيو صافي. الناس خارجين من الكباطو كراشويتس مهم. الله يرضي على بيتريكس وجوليانا وسميتو الاخر فيليب ياك. هاد البلاصة كيديرو فيها الدوحة كتشوفوها هاد البيكالات. امستردام. مهمة. كيديرو بالساعة. امستردام يا امستردام، هذه هي من اقدم مدن هولندية. هذا هو مصحف هتلر. السنتروم ديال امستردام. الجو زين اخويا ابراهيم. تبارك الله. بنايات قديمة، هادو قدام هاد البناية هادو، أمستردام بنية قديمة. حرية ممنوع تهزر ماشي. لا ممنوع. ودي كان ما يتشاف أخويا إبراهيم. الله إلا كان ما يتشاف. إنها أمستردام الجميلة. ابراهيم قال لي غير شتك فكرتني بتوريت. صافي. ياك الريحه ديال توريت. الريحه ديال توريت. والجو اجواء جميله. زهرك اخويا باش لقيت الشمس. راه شحال هما يدعيو معانا. هذا هو القصر ديال الملك هولندا. امستردام. ابراهيم دابا فين رحنا؟ رحنا في قلب المدينه، الساحه ديال الحريه وقصر الملك. ساحه الحريه دابا قصر الملك. انا ما كيديروا اضرابات ياك. هذا هو. ما كاينينش دابا. هذه هي الساحه معروفه هنا في امستردام. ساحه الحريه سميتها هي. والله ما نعرف. ما عرفتش سميتها. قصر واش من قصره قديم دابا هذا، ما شحال عندهم سنة. تشامبرلاند. ربنا تشامبرلاند لقينا هنايا. سبعين يورو. قصر الملك. القصر هذا كيقول لك عنده قريب 500 سنة. الجو قبيلة كانت الشتا، دابا الشمس سبحان الله. امستردام مدينة جميلة. الناس نمشيو نضربو السي ابراهيم دابا. خينا الغنية ديال كيقولوا له لا الديسك ديال من ديكش الفاكانسيا بالهولندية. هو شافني راه قلب عليه كاع. راه غني من ديكش الفاكانسيا. صاحبي ادريس راني مع ابراهيم غادي ندي انا وصاحبي ابراهيم غادي ندخل واحد السونتر كوميرسيال غادي ديال الفقراء هنا في امستردام. غادي الناس اللي ما بحالهمش صافي.
برادا لوي فيتون بوس غوتشي كلش. غادي نصور لكم اخويا اخويا دريس جاني غادي نصور. انت بدينا هذه ديال واحد صاحبي ديال صاحبي فؤاد هذه تعرفوا فؤاد صاحبي ديالو هذه راه جبل المعرض. سي ابراهيم هذه شحال دايره رخيصه؟ 1250 غير 1250 اورو خويا ادريس. انت مرحبا كندا قول لك كندا خويا ادريس. ها هادي بولو قال لك ما غالياش بزاف اخويا 1300 اورو. ها انت جاكيطه 1300 يعني اثمنه في متناول اللاعبين ديال باري واجاكس. ها انت 550 اورو ادريس تحطش فيها حتى 2000 فرانك. ادريس هذه رخيصه هذه 2100 جوج المليون و100 ها هي كميزه غوتشي ها هي ادريس انت 1350 تاع هذه مهم الثمن المناسب 1350 الف. كنتي فين مشيتي كاع في العالم؟ مشيت لفرنسا مشيت لشيكا مشيت للطاليان. الطوب فيهم شكون؟ مغرب اخويا. لا خلينا المغرب. لا 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 النرويج ما مهدنين اثنين ما يشديها فيك ما كيدي واقع فيك كنتي تماك ما كيديها فيك حد طلع ولا نزل ولا ود شكرا ما عندهم حتى شي غرض. هذوك الديور يبان لي عوج اخويا ابراهيم شفتو معروفه هذه يا دابا 500 عام هذوك مبنيين شو سبحان الله ولكن السكنه كاع وضعت منهم السكنه زينه راه يودي العصر ديالهم واقع كنيسه سبحان الله عوج شي مايل ولا شي معروفه هذه في امستردام. الورود الدنيا زينه الشارع زين كل شيء زين تبارك الله فوقاش يوصلوا النيفو هادو العرب ديالنا فوقاش يوصلوا لهذا النيفو هذا والله ما تعرف حاجه زعما الله لا لا تم الصحة 14 الاورو المهم درنا خويا ابراهيم الله يخلف عليك رف بينا دورة دارا غير كيما قال لها غير شوية بزاف لا لا غير مخبيلات دخله في الباب اخوتي ها دخله ديال السونتر ديال الترام وكذا عطاونا حلوه ها شوف سبحان الله شو الناس كي كتعامل